حول هذا القانون وهذا الموضوع عبر الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. طيب في البداية خلينا نتعرف أكتر على بنود القانون وأهمية هذا القانون للمجتمع العلمي ولدعم البحث العلمي في مصر. طيب في البداية اسمحي الأول أشكر فخامة الرئيس على اعتماد هذا القانون وأهني زملائي الباحثين في البحثية بصدور هذا القانون اللي إن شاء الله في المرحلة القادمة هيغير في الفكر بتاعنا وفي ثقافتنا في أداء البحث العلمي لوجود في الآخر مخرج يفيد المجتمع العلمي والصناعي. زي ما حضرتك تفضلتي هذا القانون له بعد اقتصادي تطبيق ودي لغة إحنا ما كناش بنتكلم بيها قبل كده، إن أنا أربط الاقتصاد بالبحث العلمي، وبالتالي هو يهدف لتشجيع ده إحنا عايزين نوصل بالبحث في طبعاً الجامعات البحثية تقوم بإجراء البحث العلمي. وطبعاً بنضيف لكده هنلاقي في البنود بتاعتي إن إحنا بنشجع تسويق ونشر المنتجات العلمية. القانون ده بيقوم على تحفيز البحث العلمي وليس لتحقيق أرباح. فالحقيقة هو بيؤدي النتائج بتاعته في الآخر علشان ده يتحقق لإنشاء شركات صغيرة. الشركات دي بتعتمد على الملكية الفكرية اللي احنا بنسميها spin off company أو start up company، ودي الحتة الحقيقة اللي احنا كنا نتمنى انها تكون موجودة معانا من زمان. النهاردة الباحث بيعمل في المعمل بتاعه البحث بيجريه وبعدين بينشره في مجلات، وبعدين في الفترات الأخيرة السنين الأخيرة قلناهم لا لو سمحتوا من المجلات لازم تكون مجلات مفهرسة عالميا علشان تتشاف، فلما بتتشاف بيحصل عليها استشهادات فتتحسب لمين؟ للدولة وللجامعة بتاعها. تمام. وبالفعل البحث العلمي النهاردة كعدد أبحاث منشورة في المجلات زاد جدا في السنين الأخيرة لدرجة أن سنة 16 زادت عن السنة اللي قبلها 14%، وكان إجمالي الأبحاث وصل أكثر من 18,400 بحث. ده من ناحية البحث العلمي نفسه. تمام. كام في ال 18,000 بحث دول قابل للتطبيق؟ طيب قابل للتطبيق هل هو يطبق؟ الإجابة لا. طيب عدد براءات الاختراع بتاعتنا احنا السنه دي بقول لحضرتك ان احنا وصلنا يمكن اكبر عدد ننشر فيه براءات اختراع على مستوى مصر، وصلنا الى 98 براءة اختراع. عظيم. ولكن محتاجين هذا العدد يزداد اضعاف مضاعفه، وفي نفس التوقيت نبدا نقوم بعمليه تسويق هذه البراءات ولو بنسبه تتعدى 2-3%، ده يبقى اكثر من رائع لو وصلنا لهذه النسبه. اذا النهارده لازم نتكلم مع الزملاء الباحثين ان احنا النهارده طالما دخلنا المعمل والنقطه البحثيه اللي انا بشتغل فيها قابله للتطبيق، فيجب ان يكون البحث العلمي من اجل التصنيع في الاخر لازم اصل به الى صناعه معينه. وكذا كان لازم الكلام ده عشان يحصل كان لابد من اجراء بعض التغيير او التعديل في التشريعات اللي هو القانون الاخير اسمه حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ونخلي بس سيادتك انا ما بقولش حوافز البحث العلمي لان البحث العلمي بس ده معناه ان انا بعمل البحث من اجل البحث. نعم. انما لما اقول العلوم فالعلوم هو ده البحث العلمي. والتكنولوجيا هي تطبيق نتائج البحث العلمي. ثم في الاخر الابتكار راح يوصلنا في الاخر الى المنتج. طبعا الحكايه مش سهله لان هي بتمر بمراحل كثيره جدا. وعلشان تمر لهذه المرحله يجب ان هي تمر من خلال حاضنه تكنولوجيه. هذه الحاضنه بتتواجد اما في الجامعات او في المراكز البحثيه او في المعاهد بحيث انها تحتضن فكره معينه. نعم. لما تحتضنها في وجود الاساتذه المتخصصين بنقدر نوصل بها الى ما يسمى بالنموذج الاولي. طيب ممكن وهنا بنحتاج بقى افهم جزئيه معينه دكتور من فضلك، حضرتك ذكرت لي في سياق حديثك انه احنا عندنا كم كبير من الابحاث العلميه في مصر، لكن ايه اللي قابل للتطبيق وايه اللي غير قابل للتطبيق؟ لكن الحقيقه ليس فقط الكم هو المشكله، لكن في عندنا معوقات اخرى، في عندنا تحديات اخرى امام البحث العلمي في مصر، مثلا التمويل، مثلا الاهتمام بالشباب اللي فعلا عندهم افكار وعندهم ابتكارات وكذا، البحث عنهم، هذه الابحاث اللي موجوده في الادراج منذ سنوات ازاي نطلعها وازاي فعلا نعيد النظر فيها و يتم تطبيقها على حسب أولويات الدولة أيضا كما تذكر. إلى أي مدى هذا القانون بينظر في كل هذه التحديات؟ الحقيقة تحديات كثيرة جدا، من ضمنها على سبيل المثال إن إحنا لما كنا نحب نشتري جهاز أو مواد كيماوية من الخارج وكنا نقعد سنة
ونعمل فيها بعض المناقصات والخلاف، ولأي سبب من الأسباب نضطر إنها تقع مننا، نضطر نعيدها مرة تانية. الحقيقة ده بياخد مننا سنوات في وقت، إن الباحث بياخد دعمه من جهات تمويل قد تكون محلية أو أجنبية من خلال فترة زمنية محددة جدا، سنة أو سنتين، لازم يبقى نتائج البحث منتهية ويقدم تقريره النهائي في الوقت اللي هو بيبقى قاعد منتظر الإجراءات الإدارية. النهاردة الحتة دي من الجزء الخاص بين الشراء بالأمر المباشر ده، هنا بتبقى جزء في المنتهى الأهمية، هيساعد الباحث فعلا أنه فورا مجرد ما يفكر في فكرة ويجيله التمويل يقوم بتنفيذها على طول مباشرة. الحقيقة في حاجات كتيرة طبعا موجودة داخل هذا القانون، زي الضرائب على سبيل المثال والرسوم الجمركية والإعفاءات اللي هي بتتم عليها، إذا كل ده نوع من أنواع التحفيز. الأهم بقى الأهم اللي احنا محتاجينه سريعا دكتور، يعني الوقت انتهى للأسف، اتفضل. أنا آسف طبعا، هو الموضوع كبير جدا فعلا حقيقي متشعب، إنما خلينا نقول حتة صغيرة مهمة جدا سريعا في الأمر اللي هي تمويل البحث العلمي. لما نتكلم على التمويل هنا في الجزء ده، الدولة فقط هي اللي بتمول. النهارده لما بنتكلم الاستحقاق الدستوري بيصل الى 1%، ولكن المفروض زي ما دول العالم كلها حوالينا بنقول نتصل الى 3% او اكثر شويه او اقل، فده لان الثلاث الجهات الاخرى المستفيده في المجتمع ايضا بتساهم معاهم. ده اللي احنا عايزينه. عشان كده في نقطه عندنا موجوده في ماده بتقول للشركات، لرجال الاعمال، للمستثمرين الحق في تمويل مشروعات البحث العلمي. تمام. ده لما يعمل كده هيقوم نخصم هذه المصاريف وهتشيل له المشكله بتاعته، هتتخصم من وعائه الضريبي. نعم. وكذلك بالنسبه للأفراد. نعم. حاجات كتيره جدا وصلت فكرتك دكتور. نعم دكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الكريمه. مشاهدينا الكرام، خلونا نخرج مع حضراتكم فاصل ونعود لاستكمال ما تبقى من المنشط.